سيداتي انساتي سادتي اينما كنتم طابت اوقاتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساء الفل للناس الكل. استاديو ماني كارينشا في العاصمه برازيليا يحتضن بعد لحظات نصف النهائي الثاني لهذه النسخه رقم 47 من كوبا امريكا، بعد ان تعرفنا على المتاهل الاول الى الدور النهائي واهلي البرازيل الذي فاز على البيرو بهدف لصفر، هدف لوكاس باكيتا في الدقيقه 35. كل العالم بدا يحلم بنهائي مسلسل في الانتظار بين الارجنتين وكولومبيا، بين الارجنتين والبرازيل، ولكن لكولومبيا ربما راي اخر في هذه المنازله مع ميسي والارجنتين. الأرجنتين 15 لقب فوق الميدان، 14 للأرجنتين ولقب وحيد لكولومبيا. يا سادة، آخر لقب ناله الأرجنتين عام 1993 وآخر لقب حصلت عليه كولومبيا عام 2001. نستعرض تشكيلتي المنتخبين. البدايه فقط نيكولاس اوتاماندي على الجهه اليمنى، مونسيال سيكون في الجهه اليمنى. منذ بدايته مع المنتخب، كوره بالراس وجول، كوره بالراس واول جول. يا لها من توزيعه ويا لها من راسيه ويا لها من جول لصالح منتخب الارجنتين بهكذا سكل من كريستيان روميرو الذي يسجل اول اهدافه مع منتخب بلاده. واي هدف! التمريره من ميسي والراسيه امام منتخب كولومبيا والهدف سجل. ميدينا يدخل كوادرادو باليسرى مرفوعه بعيده من كوادرادو، غير مقارنه بالتشكيله التي لعبت اخر دياس. يحاول يمر يرفع كوره، الدفاع يفعل الكره، اللاعب الارجنتيني اللاعب نادي يوفنتوس الدخلة يلعبها عرضية والدفاع يتدخل ويختزع. أكونيا استلم الجول، أكونيا رائعة، كرة أكونيا تضرب في المدافع وتروح ركنية لصالح منتخب الأرجنتين. لم تمر مسافة الخطورة، ما زال بابا بابا جول، بابا 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 يا له من جول. باريدس 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 جول يفعلها المنتخب الأرجنتيني في 7 دقائق، يسجل ثنائي. يا سلام لياندرو باراديس، وكان دفاع كولومبيا قال له مرحبا تفضل ادخل من اي باب شئت. الكره سون لير مع عرضيه على الجهه اليمنى، كوادرادو دخل، كوادرادو مازال. الربع النهائي بفضل خامس رودريغيز. كولومبيا التي تحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الفيفا مقابل معتمد بالكره هائله ممتازه لميسي. وبدأ هذه الركنية مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة، الراسية، وإيميليانو مارتينيز يتمكن منها بسهولة ويتمكن منها. زاباطا يراقب كورتو، زاباطا المدافع، الكرة من كوادرادو عنده فان زاباطا، زاباطا زاباطا، وإيميليانو مارتينيز يتمكن من هذه الكرة ويلتقطها أمام الخروج القوي من دافينسون سانشيز رفقة تايري مع منتخب بلاده. كرة في العمق، هي صعبة عن طريق اللاعب دياس، يكون الأمر مفاجأة كبيرة. زاباطا كرة لم الحكم يأمر بتنفيذ الركنية وخروج موافقة. أكونيا أكونيا بابا بابا خطيرة، صعبة هاي، صعبة دياز، هاي صعبة دياز، بينية تسديدة، ما زال خطورة. يدخل كوادرادو، كوادرادو أرضية خطيرة، رائعة الكرة هذه والعودة السريعة من هنالك عن طريق المدافع كريستيان روميرو. بينا يرفع عرضية خارجة خطيرة خطيرة، التسديد خطيرة خطيرة خطيرة، وما زال لوتارو مارتينيز ولوكاس غونزاليس. نيكولاس غونزاليس كاد يسجل الثالث. يا سلام، يا لها من خطورة في الهدف. مرة ثانية فضل الكرة البعيدة، وإيميليانو مارتينيز أرضية خطيرة، بابا بابا لوتشيلسو لوتارو. كرة عرضية من لويس دياس بعيدة تماما، والتغطية من أكونيا انطلق من هنالك عن طريق اللاعب لويس دياس، التوزيع ولكن خرجت. ثانية مع ميسي مع باريدا، ركنية مرة ثانية، البحث عن دافينسون سانشيز وإيميليانو مارتينيز الثاني ناحية زاباطا. إيميليانو زاباطا وإيميليانو مارتينيز من أمام هذا التدخل عن طريق اللاعب يريمينا. الجهة اليمنى وتوزيعاته مرفوعة بشكل رائع، كوادرادو
ديس باريديس، ميسي، ميسي الكرة للاوتارو مارتينيز، والمخالفة والجول الثالث للأرجنتين. والمخالفة معناه مشروع جول ثالث للأرجنتين على ليو ميسي وسبينا. ميسي ولولا، رائعة من ميسي ورائعة من أوسبينا، ينقذها مرة ثانية وينقذ كولومبيا من جول ثالث فعلا قاتل. تسترجع الكرة من هنالك عن طريق اللاعب مونسي. دو بول انطلق، دو بول انطلق، يلعب ممتازة والتوغل تلعب في الوسط ناحية اللاعب لويس دياس. كوادرادو، كوادرادو، ركلية لمنتخب كولومبيا ضربت في المدافع، وإلا كرة كانت تيسيو مع دياس، يرفع كرة بعيدة وسهلة بالنسبة لمنتخب الكولومبي. كوير لموريال، موريال لسباتا، سباتا ولولا، قوية كرة سباتا أمام كريستيانو روميرو، رائعة من باريوش، يحمل رقم 5 الثلاثة في الخلف. تسجيل كذلك دخول بورخا الراسية، تيريوس رافت اتجاه مدافع تيسيو، التوزيع، ضربة جزاء، ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة ويخرج البطاقة الصفراء في وجه أوتاماندي. البعثر، البعثر دفاع منتخب الأرجنتين. مارتينيز اللي وزع وكورة، ويري من ليو يحاول التوزيع وتصدى يري مينا، 20 مباراة وكورة غريبة، نيكولاس غونزاليز، أي روعة في كرة الامتياز، لكن الأروع دافيد أوسبينا. كوادرادو، وهذه كرة لديفان زاباتا، يوزع تاريز غونزاليز لراول ديبال، ديبال التسويب، وبعيدة من راول ديبال. وفي هذه اللحظة يعلن الحكم الفنزويلي فنزويلا على نهاية الشوط الأول. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية في انتظار الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام، نعود بكم من جديد إلى مانيكارينشا لمتابعة أدوار الشوط الثاني من مباراة كولومبيا والأرجنتين. كنا تركنا الشوط الأول بتقدم أرجنتيني بهدف لصفر، هدف لوتارو مارتينيز بأسيست رائع من ليو ميسي. بينما من جانب المنتخب الكولومبي المدرب رينالدو رويدا اللي وزع جونسالو مونسيال، لويس دياز، لويس دياز يساوب ليا بورتو بعد الورقة الحمراء لنالها، وهذه كورة تسويب، والمطالبة بضربة جزاء، والحكم فنزويلا يقول لا ومليون لا. ترجع كورة لكولومبيا الخطير، وكورة لويس دياز، كورة جول، كورة جول، فيها جول، غريبة غريبة غريبة. أنخيل دي ماريا ضيع الورقة التأهيلية بهدية دفاعية كولومبية، وينو دافيد أوسبينا فاته الختار، ولكن لوتارو مارتينيز وحده وحده لم يمكن له التسجيل. شوف رائع في المار باريوس، ليو ميسي التصدي والركنية الأرجنتينية، ركنية للمنتخب الأرجنتيني، رائع الكرة، تسويب، غريبة، جول، مرة أخرى فيها الكرة، مرة أخرى فيها الكرة، فرصة كبيرة للمنتخب الأرجنتين. طبعا 99 مباراة كورة، شوف الكمبيوتر الميسي، كمبيوتر عالمي لليو ميسي، أسقط الكرة في ظهر المدافع، ليو يعدي ميسي، يحافظ على كرة ميسي، والحكم ماذا يقول؟ هنالك مخالفة، هنالك مخالفة ضد فيلمار بارياس. ليو ميسي غير عادي،
الورقة الصفراء هذه المرة في وجه فيلمار باريانس. ليو والمطالبة كذلك بدرع، والكرة في النهاية تسويب، والهدف الأول. لاوتارو جول، لاوتارو جول، لاوتارو جول، الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني. Nếu nhà đương kim vô địch dễ dàng vượt qua những chướng ngại vật như Canada hay đôi chút khó khăn trước Ecuador, thì Colombia có phần chật vật hơn ở trận bán kết trước Uruguay khi phải chơi thiếu người từ sớm. Đối với Argentina, họ vẫn thể hiện đẳng cấp của mình với vị thế là nhà đương kim vô địch của giải đấu. Với một chất lượng nhân sự đồng đều ở các tuyến, cùng với một huyền thoại trên sân cỏ, Albiceleste đã không vấp phải nhiều khó khăn cho chặng đường bảo vệ ngôi vương của mình. Có chăng cuộc đối đầu với Ecuador là để lại cho người hâm mộ nhiều cảm xúc khi mà Messi trượt 11m, nhưng vẫn còn đó người cận vệ Emiliano Martinez sửa sai giúp M10 tiếp tục hành trình nâng cúp của mình. Tại giải đấu năm nay, nhiều người cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Scaloni đã có sự trưởng thành hơn rất nhiều. Với tâm thế vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp đã giúp cho các ngôi sao của họ tràn đầy khí thế trước mỗi trận đấu, thể hiện đúng vóc dáng của một nhà vô địch thực trên sàn đấu, khiến cho nhiều đối thủ phải e dè và khiếp sợ. Sự trưởng thành của tập thể này còn đến từ việc họ không đề cao bản thân mà hạ thấp đối thủ, không có sự khinh địch nào ở đây cả. Messi từng chia sẻ trước truyền thông vào ngày 19 tháng 6 trên tờ ESPN về việc đội bóng của mình phải đạt được phong độ như World Cup 2022 nếu muốn bảo vệ ngôi vương. Hôm nay chúng tôi có thể nói rằng mình là đội hay nhất vì đang là nhà vô địch thế giới, nhưng điều đó không làm chúng tôi tin rằng mình chỉ cần đi bộ là đủ vô địch Copa America lần này. Chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn mỗi ngày, không được ngủ quên trên chiến thắng. Các đội bóng luôn tốt hơn qua từng trận đấu, chúng tôi phải nỗ lực tập luyện để không bị bỏ lại phía sau. Lời phát biểu của Messi có thể được coi là cách anh nhắn gửi thông điệp đến các đồng đội của mình trong giải đấu lần này. Nếu họ muốn tiến đến chức vô địch lần thứ hai liên tiếp, mang về lịch sử cho quê hương, thì phải chiến đấu, nỗ lực hết mình. Có vẻ điều này đang được tập thể Argentina làm rất tốt, khi họ đã luôn tiến về phía trước, chạy nhiều hơn cho các trận đấu. Các bài đánh của huấn luyện viên Scaloni vì thế cũng đa dạng và biến ảo nếu chúng ta so với thời điểm World Cup 2022 tại Qatar. Argentina vẫn giữ một lưới đá phòng ngự phản công chắc chắn, nhưng xen giữa đôi đó là sự đổi mới, kết hợp thêm kiểm soát bóng. Một hàng tiền vệ trăm triệu bảng như là Enzo hay là Alistair cùng huyền thoại Lionel Messi thì điều này không thành vấn đề với Albiceleste. Việc kết hợp hài hòa giữa các chiến thuật với nhau, cùng với đó là tinh thần chiến đấu tốt từ các cầu thủ, giúp cho Argentina có mặt trong trận chung kết, nơi mà chức vô địch chỉ còn cách họ duy nhất một chướng ngại vật nữa mang tên Colombia mà thôi. Đội bóng đang gây được nhiều tiếng vang lớn cho đến thời điểm hiện tại. Đến với Copa America 2024, không nhiều người dám tin vào việc Colombia có thể góp mặt trong trận chung kết với dàn hỏa lực hiện tại. Tuy nhiên, mọi thứ đã được thầy trò huấn luyện viên Néstor Lorenzo thể hiện với kết quả là ngôi nhất bảng đứng trên cả Brazil.